أنا فوتوني انتماء لمنظمة التحرير الفلسطينية لأني أنا فلسطيني ولدي منظمة، وكانت هذه المنظمة بين قوسين منظمة معادية لدولة إسرائيل، فحكمت أنا في 8 سنوات سجن، قضيت 7 سنوات وخضنا هذا الإضراب. هذا الإضراب خضناه بال 82 نحن بسجن الرملي. في هذا السجن أتوا الأسرى إلى سجن الرملي وأطعموا بالقوة قصرا، أسيران استشهدا، نعم إسحاق مراغة ومحمد حلاوة اللي قتلهن أطعمهم بالقوة زندة بالقوة، فأدخل الماء والطعام إلى رئتيهم واستشهدوا. أنا كنت بدي أحكي بالنسبة للأسرى، لأسرى الحرية اليوم، إنه لدينا أسرى ما يقارب 6500 أسير داخل السجون. لماذا هم مضربون عن الطعام؟ ما لديهم لكي يضربوا؟ إذن هناك مطالب محقة وعادلة لهؤلاء الأسرى، هي أولا كرامة الأسير، كرامة الإنسان. ثاني شيء، لديه مطالب أن يرى ابنه، أن يحضن ابنه، أن يرى زوجته، أن يتعلم. هناك آلاف الأسرى لم يروا زوجهم منذ سنين، وإسرائيل تختلق الذرائع، ذرائع أمنية ملان، لديها ما لا يعد ولا يحصى كي تنكل بهؤلاء الأسرى. أنت حين تعتقله، نعم تعتقله ولكن تغلق الأبواب عليه، ولكن فكره لا، عاطفتهم ليست لك.